لمقابلة قصيرة. ادفعوا رسوم التأشيرة، وهذا كل شيء. إذا كان كل شيء على ما يرام، فستحصلون على تأشيرتكم في غضون أسابيع قليلة. أيها المسافرون المغاربة، حان الوقت لحزم حقائبكم واستكشاف جمال إسبانيا. رحلة سعيدة. أحباء إسبانيا، إذا كنتم من محبي الهدوء وتبحثون عن تجربة سياحية بعيدا عن الزحام، فهذه القائمة ستكون دليلكم المثالي. لنبدأ رحلتنا من برشلونة الساحرة. استمتعوا بمشاهدة كنيسة ساغرادا فاميليا العريقة، وتجولوا في حديقة غويل الخيالية. بعد ذلك انطلقوا إلى غرناطة وتاهوا في قصر الحمراء، تحفة معمارية أشبه بقصر من قصص الخيال. وفي إشبيلية لا تفوتوا فرصة زيارة ساحة إسبانيا الرائعة. أما في مدريد فحديقة ريتيرو هي وجهتكم المثالية لقضاء فترة ما بعد الظهر في أجواء هادئة. هيا بنا إلى إيبيزا لنستمتع بشواطئها الخلابة وحياة الليل الصاخبة. وفي فالنسيا ستذهلكم مدينة الفنون والعلوم بتصاميمها المبتكرة، لنستكشف شوارع طليطلة العريقة حيث يتجسد التاريخ أمام أعينكم. وفي روندا ستنبهرون بالمنحدرات والجسور المهيبة. أما سان سيباستيان فستقدم لكم تجربة طعام لا مثيل لها وشواطئها النقية. وأخيراً لا تفوتوا زيارة مايوركا لتكتشفوا خباياها الساحلية ومياهها الصافية. هل أنتم مستعدون لحزم حقائبكم؟ إسبانيا تنتظركم بكل شغف. مرحباً بالجميع. هل أنتم مستعدون للغوص في أعماق تاريخ الأندلس المثير؟ هيا بنا ننطلق في رحلة عبر الزمن لاستكشاف هذه الحقبة المذهلة من التاريخ. الأندلس هو الاسم الذي أطلق على أجزاء شبه الجزيرة الأيبيرية التي حكمها المسلمون بين عامي 1492 و 1498. بدأ كل شيء عندما توسعت الدولة الأموية من شمال إفريقيا إلى ما يعرف الآن بإسبانيا والبرتغال. كان الغزو الأولي سريعاً، وفي غضون سنوات قليلة أصبح جزء كبير من شبه الجزيرة تحت سيطرة المسلمين. شهدت الفترة المبكرة للأندلس تأسيس إمارة قرطبة عام 756 على يد عبد الرحمن الداخل. تميزت هذه الحقبة بتقدم ثقافي وعلمي ملحوظ. أصبحت مدينة قرطبة منارة للعلم والثقافة، وكانت تضم واحدة من أكبر المكتبات في العالم في ذلك الوقت. وبالانتقال سريعاً إلى القرن العاشر نشهد صعود خلافة قرطبة تحت حكم عبد الرحمن الناصر. كان هذا عصراً ذهبياً للأندلس. كانت المنطقة مركزاً للتجارة والثقافة والتبادل الفكري. عمل العلماء من مختلف الخلفيات معاً على ترجمة وحفظ أعمال اليونان القديمة وروما والعالم الإسلامي. لكن هذا العصر الذهبي لم يدم إلى الأبد. ففي القرن الحادي عشر أدت الصراعات الداخلية إلى تفتة الأندلس إلى ممالك صغيرة عرفت باسم ممالك الطوائف. كانت هذه الممالك على خلاف دائم مع بعضها البعض، وأدى ضعفها إلى دعوة الممالك المسيحية من الشمال للتقدم جنوبا. أخيراً في عام 1492 سقطت آخر معقل للمسلمين غرناطة في يد الملوك الكاثوليك فرديناند وإيزابيلا. وبهذا انتهت فترة الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية. لا يذكر الأندلس بتاريخه السياسي فحسب، بل يذكر أيضاً بتأثيره العميق على الفن والعمارة والعلوم والثقافة. ولا يزال من الممكن رؤية إرثه اليوم في قصر الحمراء المذهل ومسجد قرطبة الكبير وفي النسيج الغني للثقافة الإسبانية. لذا في المرة القادمة التي تفكر فيها بإسبانيا تذكر التاريخ المذهل للأندلس الذي ساعد في تشكيلها. شكراً للمشاهدة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لمزيد من الغوص في أعماق التاريخ.